وللتعليق على هذا الموضوع معنا من رام الله عبد الله الزعاري، رئيس نادي الأسير الفلسطيني. أهلا بك معنا. تابعنا بالأمس مشهد خروج بعض الأسرى من سدي تيمان بحالة يرثى لها، بحالة صادمة ومذرية. واليوم كان هناك تحذير خلال هذا الاجتماع لرئيس هيئة شؤون الأسرى من أن وضع الأسرى بشكل عام الفلسطينيين قد يؤدي إلى تفجير الضفة الغربية. كيف ذلك؟ يعني ما يظهر على أجساد المعتقلين الفلسطينيين الذين يتحرروا بعد عدة شهور من معتقلات وسجون الاحتلال الإسرائيلي يشير بشكل واضح عن ارتفاع منسوب الجرائم التي ترتكب بشكل يومي بحق المعتقلين في ظل هذه الاعتداءات وفي ظل عمليات التجويع والجرائم الطبية التي تمارس بحق المعتقلين. وبالتالي هذه المشاهد لا شك أنها تشكل انذار حقيقي لكل المواطنين الفلسطينيين الذين يتابعون هذه القضية في ظل إمعان منظومة الاحتلال الإسرائيلي وتنكرها للمجتمع الدولي وعدم انصياعها لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية، وكذلك عدم تمكن المنظومة الدولية من لجم منظومة الاحتلال والاستمرار في إظهار حالة الشلل في عدم تمكنهم من فرض قيود على منظومة الاحتلال في وقف هذه الجرائم بحق المعتقلين الفلسطينيين. بالتالي الشعب الفلسطيني على صفيح من نار ومن لهيب في ظل ما يمارس على قاعدة أن هؤلاء بشر وأن هؤلاء المعتقلون غالبيتهم من المدنيين الذين تم اعتقالهم بذريعة الانتقام وبذريعة ما يسمى بالسلوك العدواني والانتقامي والوحشية في التعامل، والتي طالت أكثر من 9000 معتقل في بالإضافة إلى الآلاف من قطاع غزة والذين لا زالوا يواجهوا سياسة الإخفاء القسري والمصير المجهول. بالتالي المنظومة الدولية تتحمل جزء كبير من مسؤولية انفجار الأوضاع طالما أنها غير قادرة على استعادة دورها كمنظمات حقوقية وقانونية لوقف وتوفير الحماية الحقيقية للأسرى وللشعب الفلسطيني بشكل عام. نعم، يعني اليوم ربما الجهة الأكثر قدرة على التأثير في إسرائيل عبر المحكمة العليا الإسرائيلية في موضوع المعتقلات هي المنظمات الحقوقية الإسرائيلية الداخلية. هل يجري التنسيق مع هذه الجمعيات بخصوص طلبات الأسرى الفلسطينيين؟ نعم، هناك بعض المنظمات في الأراضي المحتلة عام 48 والتي تقوم برفع التماسات إلى منظومة الاحتلال الإسرائيلي سواء فيما يتعلق في سياسة التجويع والعلاج الطبي والجرائم التي ترتكب بشكل يومي بحق المعتقلين، وعلى رأسها سياسة الاعتقال الإداري التي طالت أكثر من 7200 معتقل فلسطيني سواء من أوامر اعتقال إداري جديدة أو أوامر تم تجديدها لأسرى سابقين أمضوا سنوات طويلة داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي. ولكن في كل الأحوال المنظومة العنصرية واليمينية المتطرفة لدى منظومة الاحتلال لا تستجيب حتى لبعض المنظمات الإنسانية والحقوقية داخل الأراضي المحتلة عام 48، وبالتالي هذا جزء من النضال المستمر على قاعدة أن يتم وقف ما يمارس بحق الأسرى من جرائم طالت مختلف قطاعات المعتقلين. وأقول لك بأن نسبة 100% من الأسرى داخل السجون تعرضوا إلى شكل أو عدة أشكال من أساليب التعذيب الممنهجة والتي استخدمت على مدار الشهور الماضية وأدت إلى تهديد حياة عشرات بل مئات من المعتقلين واستشهاد أكثر من 57 فلسطيني، لا زال منهم أكثر من 37 لم يتم الإعلان عنهم من قبل منظومة الاحتلال حتى اليوم، ولا زالوا يحتجزوا جثامينهم في أماكن غير معروفة. طب هؤلاء الأسرى الذين خرجوا بأضرار بالغة وجسيمة، هل هناك أي آلية أو إطار ربما للمطالبة بالتعويض أو يعني أي إجراء تعويضي من قبل سلطات الاحتلال؟ ربما القضية الأمثل هي في هذه المشاهد التي نراها وما ظهر بالأمس من أحد الأسرى الذي تعرض إلى صدمة عصبية كبيرة. وانهيار في وضعه الصحي يحتاج أكثر إلى رفع دعاوى فردية على منظومة الاحتلال
المهم بالنسبة للشعب الفلسطيني أن يكون هناك محاكمة حقيقية لمن يرتكب هذه الجرائم من إدارة مصلحة السجون، أو من يعطي تعليمات لمصلحة السجون باستخدام أبشع أساليب التعذيب بحق الأسرى. لذلك الأهمية القصوى تندرج الآن في رفع دعاوى فردية إلى المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد لما يمارس بحق الأسرى، وإلا فإن هذه المشاهد بالتأكيد سيكون لها تأثير كبير على المشهد الفلسطيني الذي هو أيضا يمر في ظروف صعبة في ظل الاعتداءات والاقتحامات وعمليات القتل التي تمارس في المحافظات الفلسطينية والاعتقالات أيضا التي تجري بشكل يومي في موازاة في قطاع غزة. العدوان على غزة، يعني ما تزال إسرائيل في موازاة عدوانها على غزة تقوم باعتقالات شبه يومية وبالعشرات لأفراد فلسطينيين ودون تهم. ما هي الحصيلة الأخيرة فقط لنختم بذلك لو سمحت؟ يعني أول الضفة الغربية كما تعلمين تتعرض إلى عدوان مستمر يعني قبل 7 أكتوبر، والاعتقالات لم تتوقف على الإطلاق على مدار السنوات الماضية، وإن ارتفعت وتيرتها بشكل غير مسبوق بعد 7 أكتوبر، حيث طالت هذه الاعتقالات أكثر من 9650 معتقلا من مختلف الفئات الفلسطينية، من الرجال والنساء والأطفال ومن الصحفيين والسياسيين والأسرى المحررين السابقين الذين استهدفوا بشكل مباشر من قبل منظومة الاحتلال، ناهيك عن اعتقال الأطفال الذين تجاوز عددهم 660 طفلا وأكثر من 320 امرأة اعتقلنا على مدار الفترات الماضية، ولا زال في سجون الاحتلال بالمناسبة يعني أكثر من 14,000 فلسطيني في الوقت الذي لا زال الاحتلال يخفي الإحصائيات المتعلقة في أسرى قطاع غزة بشكل عام. أشكرك جزيلا عبد الله الزعاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني.